بأهم قضية تشغل العالم كله. نحن اليوم في ظروف صعبة، وكل ما كان مؤجل بات واجب الدفع بفعل وصول إسرائيل إلى قمة التطرف وسياسة الأبارتهايد وحكم المستوطنين الخارجين عن القوانين والأعراف والأخلاق، وبحكم أيضاً الدعم اللامحدود من إدارة يرأسها ترامب وفريقه المتصهين بولتون، بامبيو وآخرين، لهم كتابات قديمة وواضحة في سياساتهم نحو الشرق الأوسط أو نحو العرب على وجه الخصوص. وبالتالي نحن الآن في مرحلة تختبر فيها إرادتنا، يختبر فيها ارتباطنا بقضايانا بثوابتنا. فالمطروح الآن ليس تسوية لنختلف عليها، إنما هي تصفية، ولا عشنا إن انشغلنا بقضايا ثانوية. أذكر بأن نابليون بونابرت حينما استطاع أن يكتسح ما يريد من فتوحات وصل إلى عكا ووقف حائراً عاجزاً من اقتحامها، وأصيب جيشه بالطاعون فرمى أسلحته ورمى قبعته لتدخل إلى عكا، وقال: هذه البلدة الصغيرة أنستني عظمتي، والله لو دخلتها لتغير وجه العالم. انظروا إلى أهمية فلسطين. وبالتالي